يا صباح الخير والرواء لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشة سما الفضائية. بنتمنى ببداية هالأسبوع يكون أسبوعكم حافل بالإنجازات والأخبار الجيدة. للأسف يعني خبر غرق المركب قبال سواحل طرطوس لساته مسيطر على السوشيال ميديا ووجع قلوبنا كتير، وإن شاء الله يا رب هالمأساة تنتهي بالقريب العاجل ويكونوا هيك كل السوريين وكل اللبنانيين أيضا بألف خير ويرجع الأمن والأمان لمنطقتنا. يسعد صباحكم. صباح الخير يا مشلين. صباح الخيرات لك ورد. آمين يا رب، الله يرحم كل يلي توفوا. يعني نتمنى أنه نحن فعلياً ما بقى نسمع هاي الأخبار، عن جد يعني قلوب السوريين ما بقى تحمل هيك أخبار. كل يوم عم نسمع خبر أسوأ من الثاني للأسف، ولكن نتمنى الأيام الجاية تكون أفضل. ونحن بكل صباحك منحاول أنه نعطيكم شوية طاقات إيجابية، نغير جو، نطلع من هذا المودي اللي عم يفوتنا فيه السوشيال ميديا والأخبار السيئة الكتيرة اللي عم نسمعها، نعطيكم جرعة أمل وتفاؤل. عسى أن تكون الأيام يعني اللي جاية أفضل على كل السوريين والوطن العربي كلياته يا رب. أكيد فاصل صغير وراجعين لحتى نكمل حلقتنا لليوم. خلي أحلامك عم تكبر، قديش مهم الحلم نساويه حقيقة ونوصل فيه للمكان يلي بنرغب فيه، إن كان بالشغل أو حتى ضمن علاقاتنا الاجتماعية. على كل حال حبينا نبدأ صباحنا معكم بشوية تفاؤل بهالظروف الصعبة، بس إن شاء الله غيمة يا رب وبتمر. إن شاء الله يا رب هيك كل الناس تكون بأمل دائم وأمل حقيقي يثمر نتائج وتحقيق أهداف، وليس أمل مخدر فقط نخدر أنفسنا فيه لحتى نقدر نعيش يوم بيومه. خلونا نعرف عناوين حلقتنا بهالعرض السريع. رح نبدأ بمعلومات حول أحوال طقس نهاية شهر أيلول. الكوليرا، هل دقت ساعة الصفر أم أننا نبالغ؟ وأيضا أعداء النجاح من هم؟ تأثير الحياة اليومية الصحية على طول المراهق. وأخيراً فن الكاريكاتور، سهولة في النقل للفكرة النقدية. فكونه مطبخ صباح الخير يعني هو جزء من حلقتنا كمان، فلازم نصبح على الشيف تهامة ونعرف شو محضرت لنا افكار لطبق اليوم. صباح الخير. يسعد لي صباحك يا مشلين. صباح الخير يا شيخ. صباح النور يا ولد. كنت عم شوف على المونيتور شوفي المقادير ما قدرت تميز شو محضره. اليوم بدنا نعمل شوربه فطر مع رز بالفطر. شو شوربه فطر مع رز بالفطر؟ شوربه فطر مع رز بالفطر، يعني مثل مقلوبه الفطر بس مو مع بعض. لا اكيد كل وحده لحال. انا بصراحه بعد ما شوي انا ما مصدق انت يبرد شوي الجو مش عم بنرجع للشوربات، لانه بالفتره الشوب اللي مرقت ما استرجيت اساسا جيب سيره الشوربه. بقى اليوم لا كأنه برد يعني في برودات. ايه بلش لحالي بلش نعرف تفاصيل كتيرة معك، يعني اليوم فطر وشوربة فطر ورز، يعني بس لازم يتابعونا اللي يعرف التفاصيل. لا إله إلا يسلم إيديك شيف. فيكم بلاي. شكرا لك شيف. يعني مثل ما ذكرنا من شوي مع بداية هالأسبوع، خلونا نتعرف على أحوال الطقس طالما شوي في برودات وهوايات باردة ومنلاحظ أجواء خريفية مثل ما صار معنا بأيام الماضية، وحيكون مشمس يا ترى الأيام الجاية مشمسة ولا في ارتفاع بدرجات الحرارة ولا لا؟ نحن بتدني. هلا مبدئيا انا بردانه مكيف قوي وما رضي يخفف. هي بس عم خبركم من الاخر هالهوايات. صرنا نتمنى يكون في تكييف. حابب يبرد، حابب يبرد. عايشه بنعيم وهي جاحده، يعني كل المشاهدين عم يتمنوا اولا يكون عندهم كهرباء كان
وثانيا يكون عندهم مكيف يعطي هواء بارد، فمشلين لا تقدر النعمه سجلوها عنجد. على كل حال تفاصيل كثيره رح نعرفها عن احوال الطقس من الاستاذ شادي جاويش رئيس مركز التنبؤ المركزي بدمشق. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك استاذ شادي، اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. انا مبدئيا بردانه، انت كيف الوضع عندك؟ لا والله الحقيقة الأجواء باردة، يعني خاصة خلال الليل والصباح الباكر. تمام، يعني معي حق معناتها. خبرنا أستاذ شادي عن أحوال الطقس بسوريا وبالمنطقة بشكل عام، يعني بعد ما شهدنا مرتفعات جوية يمكن صنفت هي الأقصى اللي حسوا فيها السوريين، خبرنا نحن بمرتفع بمنخفض ولا بجو معتدل؟ هلا الحقيقه ما بتقدر انخفض درجات الحراره بشكل واضح اليومين الماضيين تحديدا. طبعا في كتله هوائيه بارده نسبيا، هي كنا نحن تقريبا على اطراف الكتله، لذلك الانخفاض ما كان لهالدرجه كبير، لكن مقارنه بالاجواء الحاره نسبيا اللي سبقتها شفنا هالفرق بين درجات الحراره العاليه اللي هي سجلتها مثلا على سبيل المثال في مدينة دمشق الأسبوع الماضي يوم السبت تحديدا كان 38. تمام. المتوقع اليوم تكون بحدود 28، يعني فرق تقريبا 10 درجات بالنسبة لدرجة الحرارة. تمام، بدها حرارة كبير 10 درجات. تماما، ونفس الفرق عم يكون خلال ساعات الليل، بينما بتكون يمكن أكبر خلال ساعات الصباح الباكر، لاحظنا الفرق خلال يومين الماضيين. تمام استاذ شادي، موجات الحر اللي عم بتصير بين فتره والثانيه، يعني فجاه عم بيصير في اختلاف مثل ما ذكرت عن الاسبوع الماضي 10 درجات وهي مانا قليله ابدا، هل هي حاله طبيعيه انها تضل تصير لهذا الوقت من السنه؟ لا طبعا، نحن دائما ذكرنا انه التغيرات المناخيه العالميه هي باتجاه ارتفاع درجه حراره كوكب الارض. طبعا حسب المنظمه العالميه للامطار الجويه نحن حاليا بالعام السابع على التوالي كأحر عام على مر التاريخ، يعني تقريبا من 2015 حتى 2022. تمام. درجات الحرارة عم تكون أعلى من المعدلات الطبيعية مقارنة بالفترة اللي ما قبل العصر الصناعي اللي هي تقريبا 100 سنة الماضية. لذلك نحن الموجات الحر متوقع أنه يزيد حدتها ويزيد تواترها خلال السنوات القادمة، وطبعا مو فقط في سوريا لكن على مستوى العالم تقريبا. تمام. طيب انا عم لاحظ اذا بتصلح لنا معلوماتنا استاذ شادي انه في انزياح حولي، يعني الصيف عم يتاخر، الشتاء كمان عم يتاخر، وسنه ثانيه بتكون بالعكس عم تجي الشتويه كثير بكير والصيفيه كثير بكير، شلون بتفسروا هالظواهر المناخيه استاذي؟ ومزبوط مثل ما بنقول ايلول دنبو مبلول حنشوف زخات مطريه بالعاصمه السوريه دمشق؟ هلا مو قصة انزياح بقدر ما هو انه مرور كتل هوائية بغير موعدها، يعني على سبيل المثال بيكون في عندنا مثلا باجواء الربيع المفروض تكون الحرارة معتدلة، لاحظنا السنوات الماضية باخر الربيع مع اقتراب فصل الصيف عم يكون في عندنا كتل هوائية باردة بغير موعدها خصوصا للمنطقة، عم تخفض الحرارة بشكل مؤقت، يعني يومين ثلاثة مو أكثر، وبترجع الحرارة لطبيعتها المعتادة. لذلك وصول هاي الكتل الهوائية بغير موعدها عم يغير بطقس المنطقة خلال فترة طبعا قصيرة، يعني نشوف فروقات حرارية كبيرة خلال فترة قصيرة، يعني يوم أو يومين عم تكون هاي الفروقات الحرارية. تمام. طيب أستاذ شادي، يعني إمتى متوقع نحن ندخل بالخريف بشكل فعلي؟ في تنبؤات كمان بخصوص الشتاء ولا لسه بكير؟ هلا الحقيقه امبارح نحن اول يوم بفصل الخريف فلكيا، اليوم اللي بتساوى فيه ساعات الليل وساعات النهار، هلا بدءا من اليوم من حيكون في عندنا اكتساب لدقائق لليل على حساب النهار، الليل عم يطول، هلا النهار بده يصير حتى موعد الانقلاب الشتوي اللي هو ب 21 ديسمبر شهر 12 القادم. طبعا هذا فصل الخريف فلكيا. بالنسبه لتوقعات الحاله الجويه، نحن خلال فصل الخريف الثلاث شهور القادمين تقريبا متوقع تكون في حرارات حول او اعلى من معدلاتها بقليل. بالنسبه للهطولات المطريه متوقع تاخر نسبي بالهطولات المطريه، وتكون تقريبا اقل من المعدل بقليل باغلب المناطق، يعني متوقع انه يكون حتى نهايه الفصل الخريف
مثل ما ذكرنا الحرارة فوق المعدل بقليل، أما الهطولات حتكون دون المعدل الطبيعي بالنسبة لها. تمام، يعني متوقع تأخر الهطول المطري، هذا اللي فهمناه منك أستاذ شادي. بدنا نتمنى لكم هيك كل التوفيق بشغلكم ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى فعلا موسم خريف أو كان شتوي مليان بالخير وبالبركات. آمين. شكرا كثير لك. يعطيك ألف عافية أستاذ شادي، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. رح ننتقل لزهرة اللوتوس يلي بتتميز أكيد بألوانها المتنوعة وإلى الكثير من الأسرار يلي رح نعرفها مع بعض بهالتقرير. نبات مائي معمر إلى أوراق عريضة مذهلة وأزهار ملونة مختلفة. زهرة اللوتوس هي الزهرة الوطنية للهند وفيتنام، وهي من أشهر وأجمل الأزهار يلي إلها مكانة خاصة بمصر، فهي تعتبر من الرموز المهمة بالتاريخ المصري منذ القدماء المصريين، وكانت رمز للشمس لأنها عند حلول الليل بتنغلق وبتذهب تحت الماء، وعند الفجر بترتفع فوق الماء وبتتفتح. وكانت زهرة اللوتوس النبات الوحيد يلي بيزهر وبيثمر بنفس الوقت، إلها تاريخ طويل بالطب والعلاجات وخاصة العناية بالصحة والبشرة والشعر، بالإضافة للزيوت العطرية الملكية والمواد الكيميائية. تزدهر زهرة اللوتوس بظروف غنية بالمغذيات وبتتمتع بدورة حياة يومية نشطة ومثيرة للاهتمام، تنحدر بالوحل وبتمتد ساقها لقمة الماء. اعتبرت زهرة اللوتوس بمثابة معنى للنقاء والقوة، نظراً لأن نبات اللوتوس ترتفع من الوحل بدون بقع، وتعود للمياه العكرة كل مساء، وتتفتح أزهارها في استراحة النهار، فغالباً ما ينظر إليها على أنها رمز للنقاء والقوة والمرونة والولادة من جديد. لزهرة اللوتوس أنواع عديدة، منها زهرة اللوتوس الزرقاء والزهرة الأرجوانية والبيضاء والنمرية واللوتس الأحمر، وكانت من أهم عناصر الفن اللي ميزت فن العمارة والنحت والديكور والرسم، وكانت تحفة فنية بشكلها الفني، واستخدمت في الزخارف وتصميمات السفن وغيرها. صباحكم خيرات عن جديد. كلنا بنطمح لتطوير أنفسنا ومهاراتنا وأنه نكون أفضل من نفسنا كل يوم والتاني، ونكون أشخاص ناجحين بحياتنا خاصة بسوق العمل. يمكن النجاح بيكشف لنا أشخاص محبين لنا وأشخاص هن ما بيتمنوا الخير لحدا وما بيتمنوا النجاح غير لأنفسهم، والتطور بيكون بس مرافقهم وغيرهم يتطور ولي مصيبة. وهدول يمكن منقول عنهم الأشخاص الفاشلين إذا جازت استخدام كلمة فاشل، وبيتمنوا يعمموا تجربتهم تجربة الفشل على غيرهم، فبيحاولوا التأثير علينا بشكل سلبي وأحباطنا شو ما بدنا نعمل، وبيحاربونا على اعتبار إنه سقوط المنافس هو نجاح. يعني هذا المبدأ سائد للأسف بالآونة الأخيرة. أعداء النجاح مين هنن وكيف ممكن نتعامل معهم؟ هو موضوع فقرتنا القادمة مع اختصاصية التنمية البشرية الدكتورة الأستاذة فاتن النظام. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يعني إذا بدنا نحكي الحقيقة، بأي مكان عمل بيرحله الواحد بيلاقي فيه أشخاص يعني عندهم قضية المؤامرة مثل ما بنقول مثل ما بنمزح بينات بعض، أو حتى أعداء للنجاح. ذكر ورد بالمقدمة أنه هن غالباً بيكونوا أشخاص فاشلين، بيعمموا فكرة الفشل تبعيتهم على الأشخاص اللي مقابلهم. دائماً عدو النجاح هو شخص فاشل، وبالضبط كيف فينا نعرفه؟ هلا أول شيء دائماً قال كلمة المحبطين وقال فاشلين، تمام، مشان نكون بالصورة. هلا أحياناً يكون الشخص عدو النجاح مو بالشرط يكون هو فاشل، هو يمكن يكون هو ناجح ولكن ما بيربح أو ما بيهون عليه حدا ينجح تاني. يعني بمعنى أنه كيف ينجح فلان، كيف بدي أنا كسره. هي الفكرة، هو دايماً في عنا أنه فكر الساحة هي صغيرة أو المكان هو صغير. يمكن نحن بين الأشخاص، بين الشركات، بين يمكن التنافس اللي عم بصير بطريقة المبتزلة أحياناً أو حتى المريضة.
احيانا احنا بنقول ما تنقول عدو النجاح، من عدو النجاح؟ الشخص اللي هو دائما بيطلع بالشخص الثاني بانه يقلل له من امكانياته، انه شو عندك، ليش، من وين لوين، او كلمه اذا عمل انجاز اوف من وين كذا، يا اما بكلمات محبطة أو بأنه تصغير من شأن الشخص. هلأ نحن في شيء اسمه عنا بالحياة، في شيء اسمه غيرة، تمام، اللي هو الشعور عادي وطبيعي أنه الواحد يغار، ولكن هي الغيرة المقولة البناءة أو الحميدة، يعني ممكن أنها تعمل لي قدوة، مثلا لاقي حدا شخص ناجح تعمل لي تحفزني أنه أنا أشتغل عليها. ولكن ما في شيء اسمه عنا الغيرة العدوانية، هي بتخوف، هي اللي حقيقة بنقول عليها مصيبة، لأن بصير الشخص يلي عنده كيف هو بتحول عدو نجاح، ما هو يشتغل على تشويه سمع، على الإساءة الشخصية، طق براغي حتى أخطر من هيك، نحن يمكن أحيانا يسلم الشخص على السوشيال ميديا، ونحن شايفين نحن صار مرض هو السوشيال ميديا. صحيح. بالطريقة اللي هو أنه من وين لوين، أو بالطريقة المسيئة. تمام. أو حقيقة إذا حدا عمل إنجاز فهو بينزعج، في كلمة بينزعج، ولكن الانزعاج ما تتحول الغيرة إلى حسد، بمعنى مو بس أنا غرت، لا، هي أخطر من هيك، بزوال النعمة. صح. عن الشخص الثاني أو الصفة، مو بس بسوق العمل، يعني في بعض البنات إذا دريت رفيقتها خط بيت يا لطيف بضغص، في بعض الشباب إذا دري رفيقه بدل سيارته جاب سيارة أحسن. صحيح. بغص كمان. طيب، في بمقابلات العمل بيسألوا قد ايه بتتوقع راتب، او قد ايه بدك راتب لما نوظفك بشركتنا. فمره في سؤال هيك عم شوفه باحدى المقابلات كثير لفت نظري، قالوا له للشخص المتقدم بتاخذ مثلا 500,000 ليرة، بس زملائك يلي موجودين نعطيهم 750، او بالعكس تماما، فهو اختار انه ياخذ الراتب الاقل بس انه زملائه يضلوا اقل منه. يعني بتاخذ 750 بس زملائك اعلى منك، ولا بتاخذ 500 بس زملائك ادنى منك؟ فاختار ال 500 مقابل يضلوا زملائه ادنى منه على الراتب الاعلى. ليش على طول بدنا غيرنا يضل ادنى مننا؟ ليش نحن بنحب نكون ال 11 وغيرنا ال 10؟ هو لان في نحن في عنا التفكير اللي دائما اذا بخاف، نحن في عنا خوف من يمكن اذا شخص انجز، او نحن بنخاف من الناجحين. يعني بعكس وين ما كان، نحن دائما لازم نحن نزفق للناجحين، وبالعكس انه نشجعهم انه هن يزيدوا، بالعكس هذا بيعطي سرعه اداء وبتطويره للشخص وللعالم اللي حواليهم. ولكن نحن هذا المفهوم اللي شو بدي حكيت، انه اقل قبل بالاقل، بس المهم الباقي يكونوا يعني اقل منه. حتى لو انا راتبي حيكون متدني مقارنه مع الراتب اللي اقترحوه، معلش بس انا اكون الاعلى. هذا التفكير اللي بيقول انه معلش انا خليني اخسر بس المهم الثاني يخسر. أوه. ده خطير، هذا خطير جدا جدا بالتفكير اللي نحن ما تقول انه انا معلش ما في مشكله خلينا انا اخسر. وهذا احيانا بيكون احيانا مفهوم تجار، احيانا مفهوم اشخاص، معلش خليها تطلع هي بشعه وانا بطلع بشعه، شو هالشغله العظيمه اللي قلت على بنات؟ شو استفدنا نحن يعني هون؟ بصير في عندي الدمار الشخصي، يعني ما عادت هي وقفت عند الشخص الثاني انه انا اسيء او انا ضايقه او انا مثلا ازعجه كعدو لإلي بالنجاح، لا، انا حتى بنهار انا مهم انه ما حدا يربح. شوف قديش التفكير صار سلبي ومريض. هذا هم انت توصل لهيك مرحله او لهيك صيغه، انت كيف معناتها انت حتقدر تتجاوز او انت تتنشط او انت تقوم القصه؟ ليه؟ لان احنا عم ندمر بعضنا بالطريقه، يمكن الانفعاليه، يمكن احنا الاساءات اللي عم بتصير، ممكن قلت شيء طق البراغي يلا طش وصعب، بس هي ما عادت قصه براغي، هي صارت اكثر من هيك، هي بسمير، هي عم تكون احيانا مؤذيه لدرجه انت ما عم تستوعب، وخاصه اذا انت ممكن تعرفه للشخص يلي هو بيكون عم يبتسم لك وبرافو وهيك، وانت تتفاجئ انه ولو انت طلع منك ضغط. انت طلع منك هيك فبهي الطريقه. تمام. طيب ست فاتن، يعني اذا بدنا نسال حالنا انه شو اللي بيخلي الشخص يوصل لهي المرحله، هل فينا نقول انه التربيه الخاطئه من الصغر، او عقده نفسيه، او هو اساسا صار في حاله من الحالات الاضطراب النفسي نتيجه فشل بموضوع او صدمه معينه؟ هو نحن احيانا هو اول شيء تقديره لحاله هو كثير متدني، كثير مو شوي، ما في ثقه حتى لو بنفسه. كان انسان ناجح 100%، هي الفكره احيانا النجاح اللي هو بيكون اخذه ما عن جهد،
الناجح ما هي كلمة سهلة، كلمة انه واحد ناجح، في عند الناجح وفي عند الناجح المستمر، في عند الناجح اللي هو صارت معه قصة معينة ومشي الحالة، ولكن الناجح المستمر يلي هو عنده دؤوب على انه يستمر بتذوق طعم النجاح، يلي هو دائما ما بيوصل ليوصل للانجاز الاخير، هلا كنا عم نحكي بده يبلش بشيء ثاني، هو ما بيوقف على مرحلة، هو استمرارية. في مرة بيقولوا لك قصة عن سقراط، في طالب من طلابه بيسأله بيقول له معلم شو يعني كلمة النجاح؟ بيقول له النجاح وبيمسك راسه للطالب بحطه ببحرة مي، تمام؟ فهو أول شيء الطالب استغرب إنه ليش خنقه، فبعد شو أول شيء فكره عم يمزح معه، بعد شوي بلش يتحرك، بعد شوي فقد الأكسجين، بعدين قاوم، بعدين نفض حاله، قال له أنا سألتك عن النجاح، أنت بتجي بتخنقني؟ قال له النجاح تماماً هيك، النجاح بده حركة وبده استمرارية وبده متابعة وبده ليل مع نهار لأنت توصل للدافع اللي هو بيخلق 100% الاستمرارية بأنه أنت تحقق نجاحاتك. ولكن هي الفكرة الناجح اللي هو عبارة عن بس هيك ضربة زبط معه، فهو بخاف حدا تاني أنه ياخذ هذا المكان النجاح، خاصة اللي وصل لفكرة نجاح مبنية على وهم، مبنية على غير مرتكزات وصخور صلبة. يعني اللي واصل بالنجاح عن جد صدفة، فبيخاف انه ينكشف انه وصل بالنجاح صدفة، فغيره عم يجتهد وينجح فبيصير بيكسره، صح او لا؟ بيصير بيقول ليش هو مو انا، ليش فلانة مو انا على طول. هي المقارنات لما منبلش منقارن أنفسنا بغيرنا منبلش منكسر غيرنا، صح أو لا؟ هلا نحن كلمة يقدر نفسي من الداخل، هلا نحن كلمة المقارنات، في عندي مقارنات حتى المقارنات إيجابية وفي ناس سلبية. المقارنات اللي بتصير عند الأشخاص اللي عنده مشكلة بحد ذاتها بحالهم وعدم تقبلهم، بيقارنوا أسوأ شيء عندهم بأحسن شيء عند الآخرين. هم ما بيعوا بيتحملوا انه كيف هو عم يقدر ينجز، كيف هو عم يقدر يوصل، فبلش تكسير بامكانياته. يعني على فكره ما في مكان بيكون هو فيه الا لازم يجيب سيره الشخص اللي هو متضايق منه، بيجيب اما بكلمه او كذا، او شفتوا لي شو عمل لاخر شيء، لا انه مصدق حاله. فانت هون هي الكلمات المفردات بعد انت تكون واثق من حالك ما بتسمع هذا الحديث. اما الاشخاص اللي هي خايفه، معناته انا في عندي خوف انا بصير بحكي، خايفه أن اوقع بصير انا بحكي انه يا رب ما اوقع، تمام؟ فهو دائما الخوف من الشيء بصير واحد بيحكي عنه. فهذا الشخص اللي هو اجت صدفه او وهم او ممكن حدا لعب عليه بالكلام، هو ما بيكون ناجح اساسا. هي انت ناجح بهالقصه، هي امه عم تتغزل فيه تقبر قلبي شو قديش ناجح وهيك. فهي الفكره يمكن صدق حاله بالطريقه الغلط وحتى ما بيقدر يوصل للشيء اللي بده اياه. تمام. طيب مثل ما ذكرنا بالبدايه، اي شخص مننا معرض لانه يكون في بحياته شخص من هذا النوع من اعداء النجاح، ويمكن ننصدم انه ممكن يكونوا من العيله او من اقرب المقربين، مو شرط بس بمكان العمل. كيفيه التعامل مع هدول الاشخاص؟ هل انا لازم اتجاهلهم او لازم بعد عنهم انهيهم من حياتي بشكل نهائي؟ هلا نحن حسب ما قلت هلا في عندي الاشخاص والقرابه او البعد. هلا البعد في عندي كلمه الطناش، انه انا بعد بطريقه انه انا طنش الموضوع، او انا مثلا ما اخذ له حد كثير، لانه انت مجرد ما انشغلتي بهي المواضيع او انت بهالقصص اللي هو يمكن الاساءه او هيك، فانت حقيقه بعدوك عن المسار الاساسي اللي انت ناجحه فيه، اللي انت عم تتميزي فيه. فهي الفكره انه لا، انا عباره انه طنش ما حيطلع، لان هي الفكره النجاح والتميز من عند مين؟ هو من عندي، صح. اللي هي انا اللي عم بعملها البصمه الذاتيه، اللي هي قد ما اشتغلوا برا وقد ما عملوا وقد ما اساءوا، هي الفكره انت اللي عم تشتغلها، صح. ما هي شيء بنقول صناعه ذاتيه، ما في، هي ما عم باخذها عم بستوردها من حدا 100%. فانت هون بتفرق. اما ما تكون في عثار عند الاساءه كثير، ممكن اذا انت عرفتي توقفي عند حده، بمعنى انه انا بعرف الدنيا بنقول غرفتين وصوفه، انا بتوصل الكلمه او مثلا اساءه، فنحن تماما. فهي ممكن كثير انه انا وقف عند حد، لان احيانا بصير ممكن مو بس كلام، ممكن يصير اساءه اكثر واكثر، يصير يعمل ممكن مجموعات يمكن يزعجوني اكثر. فنحن هون انا بقدر اعمل حد. بالنسبه للاقارب، الاقارب ممكن لانه ابني مو هيك، فانا بغار من بنت خالتي او بنت، هي الفكره. يعني
ما لا بالبعد الخطير مثل وقت ما تكون الغيرة أو الأعداء يعني من الخارج. يعني من بعضهم تماماً إنه بينهم وبين بعضهم عائلة بينهم وبين بعضهم ما بيكون الأذى كتير كتير واسع إلا إذا كان في كتير مثلاً خاصة ما تكون في بنات فأحياناً بيكون في عندي أذية واضحة إنه كإساءة شخصية فلازم أتدخل 100%. حلو الواحد يتدخل ويحط للعالم حدود، حلو المسافة، حلو إنه أنت تكون في مسافة أمان بينك وبين الأشخاص. حسس الشخص إنه فعلاً أنا منتبه لك يعني ما تفكر. بس مالي فاضي أنا عم أنجز وأنجح. ولكن شو عم يعمل عملية استغباء؟ إنه أنا شايفتك وعارفانك وهيك فهي عبارة عن تنشر. تمام. بس دير بالك أنا شايفتك مش. أنا بقولها على طول الوقت اللي أنتوا حاطين مقلاية حدا. هذا الحدا بيكون واقف بالنادي عم يطور جسمه، هذا الحدا عم ياخذ ماجستير ودكتوراه، هذا الحدا بيكون عم ينجز ويعمل، انتم خليكم بهالسيره وبالفشل تبعكم، ما بحط كلمه فشل، بعدم الانجاز تبعكم. شكرا لوجودك معنا. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، يسعد اوقاتكم، ان شاء الله صباحاتكم دائما نجاحات. شكرا لك. اهلا وسهلا. الإيجابية والتفاؤل أمر ضروري جداً لحتى نقدر نكفي ضمن حياتنا، هذا الشيء اللي عم نحاول كلياتنا نوصل له، ولكن للأسف منصادف بحياتنا أشخاص مثل ما كنا عم نذكر قبل شوي بالعمل ممكن يضايقونا أو ما يسموا بأعداء النجاح. طيب خلونا نحط كل شيء على جنب ونبدأ بممارسة أنشطة ممكن أو أنشطة عفوا ممكن تساعدنا على التخلص من سلبية الأشخاص اللي حوالينا ونعزز تفاؤلنا. شو هي هاي الأنشطة؟ رح نتعرف عليها بهالإنفو. يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت والمتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير، ومثل العادة دائما للطبخ في حصة. اليوم حاول عملكم أكلة خفيفة ظريفة اللي هي مقلوبة الفطر مع شوربة الفطر، بما أنه صار هيك شوي الجو بارد يعني صارت مقبولة. بتعرفوا الفترة الماضية انقطعنا كثير عن الشوربات، كل ما كنت فكر أنه ما أعمل شوربة آخر شي بقول لا مو وقتها، كثير شوب. لهيك اليوم قررت أعملكم إياها. خلينا أول شيء نتعرف على مقادير المقلوبة. بالنسبة لمقادير المقلوبة اللي هحتاج، هون عندي رز طويل، هون في عندي لحمة راس عصفور، كمية من الفطر يعني اليوم مثلا ما تأمن أنا معي فطر فريش، فيكم كمان فطر معلب بس إنه على الفريش بطاقة أطيب. هون في عندي سمنة وزيت، هدول هنن. هلا بالنسبة لشوربة الفطر اللي كتير كتير بنسأل عنها، بصلة ناعمة، ثوم مهروس، بودرة ثوم وبودرة بصل، طحين، كريمة فريش، عندي فطر، بهار مشكل، ملح، فلفل أسود، وعندي كمية من الزبدة. أول شيء رح نبلش بأكلتنا هاي، يعني هاي الأكلة مثل ما بنقول يعني ممكن بعشر دقائق نفوت طبق الأكلتين بالطنجرة، طبعاً زي مطبخ نظيف ومرتب وغراضنا واصلين لإيدينا عشر دقائق. هلأ أول شيء خليني هاي بترجع بقى لست البيت الخيار إنه أنت تضيفي شوي من البصل والثوم. هلأ هي ما بدها، بس أنا جربت هيك ولو يعني يا دوب برشة صغيرة ما بتقول شيء. طبعاً أنتوا تعودتوا علي بما أني رزة وقت بطبخ الرز بخد دائما بخلط بين الزيت والسمنة. حضيف فوق منه مثل ما قلت يعني يا دوب نكشة صغيرة، استخدم معلقة صغيرة. قديه بدي قلكم يعني هيك مينت معكم، بس هي هي الكمية اللي أنا بدي إياها، بس يا دوب تعطيني نكهة خفيفة مع كمان شوية ثوم مع اللحمة بتطلع طيبة. يعني أنا ما عم أعمل مثلاً كبسة أو شي شغلة إنه بدي بهارات تقيلة، لا نكشة مع اللحمة ما بتقولش. هلأ رح نقيه كتير فهلات
مقلوبة الفطر يعني مثل ما بنقول مقلوبة البازاليا، في بأهل الساحل بيقولوا لها مقلوبة البازاليا، ما بيقولوا مقلوبة فول، بيقولوا رز فول. بيعملوا رز فول بدون لحمة، هون مثلا بالشام بيعملوه بلحمة، ولحمة موزات ومسلوقة بيقولوا له منسف. هلا طبعا بالنسبة للحمة فيكم كمان إذا حبيتوا تحطوا لحمة مفرومة ناعمة. بدي أحط فلفل أسود، نعم، رشة بهار، يا سلام طلعت ريحة اللحمة بتاخذ لعب. بلشت عندي تتقلب اللحمة، لاحظتوا كيف هيك انقلب بهذا الشكل؟ هلا رح اقيم، يمكن انتم شايفين هون الفطر، لا مو هدول، هدول فطرات لانه هدول الشوربة عندي يعني اللي بيبقوا هدول بيكفوني هون. هلا بما انه هو معلب بقى مو مشكله اذا انفلا مع اللحمه. طبعا انا هون عندي اللحمه لحمه غنم يعني دغري بتستوي. هلا انا رح اقيم واضيف شوي من المي، طبعا انا هون عندي شوي المي فاتره، لاحظتوا قديش تطبيقتها كثير سهله. هلا هيك رح اقيمها وغطيها، بدي انا شوي اللحمه لا تستوي. هلا فينا نحن كنا نبلش بشوربه الفطر، ولكن عم فكر خلي لكم اياها لبعد شوي وقت ترجعوا لعندي بنعمل انا وياكم شوربه الفطر، لانه هلا بصراحه ما رح استنى على شوي اللحمه لحتى بما انه هي راس عصفور، حاستنى عليها لبين ما تستوي شوي. لحقتوني ما لحقتوني بكون سقطت الرز، يعني هي هي بنعمل انا وياكم شوربه الفطر. شكرا شكرا لك يا شيخ. يعني صباح الخيرات عن جديد، اليوم سبت يعني طلابنا معطلين، البعض منهم يمكن لهلأ بيكون نايمين الساعة 11 إلى 10 لازم تكونوا فقتوا كلياتكم، والبعض الثاني هيك عامل بريك ويمكن بعضهم فايق عم يحضر دروسه لبكرة. ولكن للأسف سمعنا بالفترة الأخيرة أنه عنا أزمة بخصوص الكتب، والبعض عم بيقول أنه لسه لهلأ ما استلم صح. ومنهم لا استلموا، شو حل هالمشكلة وشو صحة الموضوع أساساً؟ خلونا نعرف من الدكتور عبد الحكيم حماد معاون وزير التربية اللي صار معنا عبر الهاتف. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلاً. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية. يعني بدنا نوجه لكم تحية لكم ولكل المدرسين ببداية العام الدراسي الجديد، وجهودكم تقدر عالياً. ولكن بداية خلينا نعرف من حضرتك، بعد ما صار حوالي أسبوعين مرقوا على بداية العام الدراسي، توزعت كل الكتب بالمدارس الحكومية في الجمهورية العربية السورية، عندكم داتا أو إحصائيات وين في مدارس وين في محافظات فيها نقص بالكتب؟ صباح الخير أستاذ ورد لزميلتنا مي، وكل عام وأنتم بخير مع انطلاقة العام الدراسي. ألف خير. طبعا نحن في وزارة التربية لدينا خطة طباعية ولدينا تحضيرات قمنا بها قبل بدء العام الدراسي، وكان الاطمئنان على تأمين الكتب المدرسية لجميع أبنائنا التلاميذ وأبنائنا الطلاب في مختلف الصفوف ومختلف المراحل ما قبل الجامعية. قد يكون هناك نقص في بعض المدارس في الأسبوع الأول أو من الطلاب الذين لديهم حراك تربوي انتقلوا من مدرسة إلى مدرسة أخرى، وبالتالي ستكون هذه الحالة عندما يذهبون من مدرسة إلى أخرى سيكونون هم على قيود هذه المدرسة، وعندما يذهبون إلى مدرسة أخرى سيكونون يطالبون بهذه الكتب لكن قيودهم على مدرسة أخرى. وبالتالي هذه الحالة مباشرة وزارة التربية استدركت هذه الحالة حتى تتاح لجميع أبنائنا التلاميذ بتوزيع ما هو متوفر في مستودعات المدرسة ومستودعات الكتب المدرسية في المحافظات جميعها لجميع أبنائنا التلاميذ وأبنائنا الطلاب. فالحالة الطبيعية في الأسبوع الأول عندما يستلم الأبناء التلاميذ كتبهم في اليوم الأول والثاني، يسلمون في اليوم الأول للصف الأول على سبيل المثال، وفي اليوم الثاني للصف الثاني الكتب مرحلة التعليم الإلزامي لأنها مجانية وإلزامية. وقامت وزارة التربية بتأمين كل هذه المتطلبات ورصد الاحتياجات، لكن هناك أيضا بعض الأبناء الذين أتوا من دول الجوار وأيضا انضموا إلى العملية التعليمية وأيضا شكلوا احتياج آخر، وقامت الوزارة مباشرة قبل بدء العام الدراسي باستدراك هذا الاحتياج والطباعة المباشرة لهؤلاء الأبناء.
الآن استكملت وزارة التربية من خلال فروع المؤسسة وما على إدارات المدارس والمكتبات في والمكتب في كل مدرسة برصد احتياجاتها، وحتى ولو كان على مستوى كتاب واحد، والذهاب إلى فرع المؤسسة في المحافظة والحصول على ما هو مطلوب وفق الاحتياج الذي حددته هذه المدرسة. تمام. يعني دكتور عبد الحكيم عفوا، فينا نقول انه نحن حاليا طلابنا عندهم كلياتهم كتب، ما عاد عندنا مشكلة نهائيا؟ نعم، الكتب الان متوفرة، لكن كنت اتمنى ان تسألونا كيف تم تأمين الكتاب المدرسي في هذه الصعوبات وهذه الظروف الضاغطة من الحصار الاقتصادي على الجمهورية العربية السورية، على منع استيراد الورق. يعني قمنا بمختلف الإجراءات حتى نؤمن هذا الكتاب، ومن هذا المنبر نقول لأبنائنا التلاميذ وأبنائنا الطلاب الذين كتابهم مجاني أن يحافظوا على هذا الكتاب حتى يتاح لأبنائنا التلاميذ. طيب. وهذا واجب الحكومة السورية دكتور، هذا واجب وزارة التربية تجاه كل أبنائنا الطلبة. ولكن دكتور هون في سؤال، يعني أنا بعرف الدكتور دارم مشكورا ووزارة التربية عموما شكلت في وزارة التربية ما يسمى مركز المتابعة المرتبط دائما مع كل مديريات التربية في المحافظات السورية. هذا المركز قائم فعلا أو بتصحح لي معلوماتي هو خاص فقط بالامتحانات وسيرورة الامتحانات، ما عنده داتا أو فيدباك يوميا تطلب من مديريات التربية وين في مدرسة فيها نقص كتب؟ ليش ما عم يكون عنا حل بديل توفير هذا الكتاب إلكترونيا للمدارس وليس فقط على منصات وزارة التربية أو موقع وزارة التربية؟ زميلنا ورد، أنا أشكرك على طرح مثل هذا الاستفسار. طبعا وزارة من حيث انتهيت باستفساره نقول بأن كتب وزارة التربية هي متاحة على موقع وزارة التربية إلكترونيا لمن يشاء بالدرجة الأولى، وهي أيضا متاحة ورقيا لأبنائنا التلاميذ وأبنائنا الطلاب، لأن ثقافة الكتاب الإلكتروني تحتاج إلى مدة من الزمن حتى يصل إليها أبنائنا التلاميذ وأبنائنا الطلاب. لكن مكتب المتابعة أو مركز الإشراف والمتابعة، لدينا في وزارة التربية مكتب متابعة مع السادة مدراء التربية ومعاونيهم ورؤساء دوائرهم، ومفعل بشكل مستمر. وأيضا لدينا غرفة متابعة للامتحانات أيضا للتواصل في أيام الامتحانات ولتغطية كافة الإجراءات المطلوبة في العملية الامتحانية. ولدينا مكتب متابعة أو مكتب الإشراف والمتابعة يتبع لمديرية الإشراف، وهو مفعل ويوميا يوجد لقاءات من الساعة 9 وحتى الساعة 1 ظهرا مع جميع الزملاء من الموجهين الاختصاصيين ورؤساء دوائر المناهج والتوجيه لرصد الاحتياجات في كل محافظة وفي كل مجمع، في كل مديرية التربية في كل مجمع وفي كل مدرسة، لمساعدة زملائنا لتلافي الخلل من خلال هذا الاحتياج وتأمين البديل. تمام. دكتور ذكرت من شوي انه كنت بتتمنى من الطلاب انه يستفسروا كيف تم تأمين الكتب، يعني بدل الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي انه في مشكلة بتأمين الكتب. فينا نقول انه وزارة التربية تعاني او تواجه معوقات معينة، وكيف عم تقدروا تتجاوزوا هذا الموضوع؟ يعني انا اشكرك وزارة التربية، انا تحدثت بان يكون السؤال من طرفكم كيف استطعتم تأمين هذه الكتب في ظل هذه الظروف الصعبة، لأن تعلمون بأن الظروف قاسية جدا، وأيضا من جملة ما هو مفروض من حصار اقتصادي ظالم على الجمهورية العربية السورية، من بينها أيضا حظر استيراد الورق. وبالتالي الكتاب المدرسي يقوم على الطباعة وعلى الورق وعلى ما تستورد المؤسسة العامة ووزارة التربية والجهات العامة من هذا الورق، وبالتالي يتم تأمين هذا الورق بصعوبة بالغة وبإجراءات تقوم بها وزارة التربية مع الجهات المعنية حتى استطاعت أن تؤمن هذا الورق. وبالتالي من هنا جاء تعقيبي على السؤال بأن يقوم الأبناء التلاميذ بالمحافظة على هذا الكتاب حتى يتاح لغيرهم السنة القادمة ويكون قابل للاستخدام والاستعمال في السنة القادمة، لأنه سيشكل أيضا عبء وضغط في السنة القادمة إذا ما بقينا نعاني من نفس الحالة. إن شاء الله يا رب كل التوفيق لجهودكم اللي عم تبذلوها. وشخصيا مشلين وأنا عنا هيك حب كبير لكل المدرسين كون أهالينا كانوا بالقطاع التربوي، فمنوجه لكم تحية كتير كبيرة، يعطيكم ألف عافية. وأنا أوجه أيضا زميلنا أستاذ ورد وزميلتنا الغالية بأن توجيهات السيد الوزير بتأمين القاعات الصفية، عدم ترك أي قاعة صفية من دون معلم،
والاهتمام بالحالة الصحية لأبنائنا التلاميذ وتأمين الكتب المدرسية وتأمين الوسائل المتاحة لجميع أبنائنا التلاميذ والطلاب. إن شاء الله يا رب يعطيكم ألف عافية، بتكون عملية تدريسية ناجحة دائما من بداية العام الدراسي. شكرا كثير. رغم كل التوعية يلي عم تتقدم بوقتنا الحالي عن القدرات يلي بيمتلكها أطفال متلازمة داون أو متلازمة الحب كما شاءت بعض الجمعيات تسميتها، لسه الصورة النمطية عنهم هي المسيطرة للأسف. لهيك اليوم رح نحكي عن صبية كسرت هالصورة بطريقتها الخاصة، وبما أنه الخروج عن المألوف هو المبدأ عم تتبعه بمعظم جوانب حياتها، امتهنت تربية النحل ونقلت تجربتها لأطفال متلازمة الحب من خلال تدريبهم على صناعة العسل، وسنة ورا سنة تحولوا لعائلة وحدة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عنها بهالتقرير لغنوة السمرة. تقديم الحب الخالص هو موضوع نسبي، مو بالضرورة يكون موجود عند كل الناس، بس لما بنحكي عن أطفال متلازمة الحب بنكون قدام حالة براءة مؤكدة وما بتحمل أي شك. اليوم قصتنا عن صبية حبت تدمج أطفال متلازمة الحب بالمجتمع من خلال تعليمهم على تربية النحل وصناعة مادة بتحمل كثير من صفاتهم وهي العسل. خلونا نتعرف أكثر عنه بهالتقرير. أنا تقريبا صار لي 4-5 سنين عم اشتغل بمجال تربية النحل، وأيضا كمان بتدريب متلازمة الداون ذوي احتياجات الخاصة. هي كانت فكرة تجربة بصراحة، لقيت إنه هن أذكياء وفرحانين بالشيء اللي هن عم يعملوا، بدهم بس حدا يساعدهم، حدا يدعمهم، يوقف جنبهم ويعلمهم. فلقيت في نتيجة يعني بالشغل معهم، صار عندهم هن أحلام، يعني زرعت ببالهم وبقلبهم هدف وحلم، هذا كمان كان ببالي ببداية المشروع. من أعمارهم بتبلش فوق ال 15 سنة، يعني أنت بهذا العمر مفروض لازم مثل أي حدا بهذا العمر مفروض يكون يتأهل أكاديمياً، يتأهل بسوق العمل، بالتعامل مع الزبائن، مع السوق. أنا بحب العمل التجاري، فبحب أنه دخلهم بهذا العمل. فأنت ببداية هذا العمل تقريباً كل أعماره فوق ال 15 سنة، يعني بيكون عندهم القدرة والتأهيل لأنه هنن يتعلموا شي مهنة، يتعلموا شي شغلة جديدة هنن يكونوا رغبانين فيها. أنا أول ما تعرفت عليهم كنت لساتني ما تخرجت من الجامعة، يعني إحنا كبرنا سوا ودربنا سوا وتعلمنا سوا، شوي شوي عم نكبر. هلا هن شوي حساسين، اذا حدا ضايقهم بكلمه بصراحه بتلاقي شوي اخذوا موقف، بس انا دائما بقويهم انه خلص لازم تكونوا اقوياء، ما لازم مع الكلمه تضايق او تزعل، يعني بصير باكثر العائلات باخذهم بهي الاجواء. انا بقويهم، يعني هذا العمل اعطاهم انه قوه لشخصيتهم انه يبطلوا شوي ضعف. هن مو بس فريق ومو بس شغل ومو بس مشروع، يعني هن اساسيين وعيانين بالشغل، وعيانين بالنظره السيئه، وعيانين بالنظره الايجابيه، بالدعم شيء سلبي او ايجابي هن وعيانين لهذا الشيء. فبالعكس هلا الشغل عطى الناس نظرة إيجابية عنهم، بدنا نوصل لمكان كتير حلو كتير كبير، إنه نحن نضل نشتغل، نضل متواجدين، نكبر شوي شوي، علمهم أكثر بمجال تربية النحل، سلط الضوء أكثر إعلامياً عليهم وعلى شغلنا، لاقي دعم إنه نحن نصدر منتجاتنا لبرا، يعني أحلام أحلام دائماً ما بتوقف. أنا كتير مبسوطة وحابة إن أنا أفتح محل، بحب أنا عسل وحب أنا سيستر أنسة رانا شامية، وأنا برحمن عم نحلة صايبة رباط نحل وكتير مبسوطة. أفوق العسل عسل حمديات وعسل سوكو، وعنا عسل زبل زندي، وعنا عسل أبو عسلات، فروت العسل حمديات. في حيويات حمديات، وفي أواد حمديات، وفي جبلي، وفي مكسرات، وفي سكاك العقوق. من حلويات الطاقة، اللشط
يا حلوية. رانيا شامية صبية قالت كلمتها بدعم أطفال متلازمة الحب. قدمت لهم الدعم، الحب، نمت لهم شخصيتهم وعلمتهم مهنة تستمر معهم طول حياتهم. اليوم انتو شو كلمتكم بدعم أطفال متلازمة الحب؟ صباح الخيرات عن جديد من بعد هالجولة على الصحف ومن آخر فقراتها، ويلي هي فن الكاريكاتور، هالفن النقدي والمميز يلي بيقدر يوصلنا فكرة نقدية بطريقة غير مباشرة وسلسة نوعا ما. شو هو هالفن وإمتى نشأ؟ خلونا نتعرف عليه أكثر بهالتقرير. يشير مفهوم الكاريكاتير إلى الفن القائم على أساس رسم تصور لشخص ما من خلال استخدام طريقة أخرى غير الرسم المباشر البحت، ويستخدم هذا النوع من الفن من أجل الفكاهة أو للتعبير عن قضية اجتماعية بمفهوم فكاهي يساهم في إيصال الرسالة لأكبر فئة ممكنة من الأفراد. وقد أتت تسمية كاريكاتير من كلمة كاريكاري الإيطالية والتي تعني المبالغة، وقد ظهر هذا الفن لأول مرة في القرن 16، إلا أنه قد تعرف عليه بهذا الاسم في تسعينيات القرن 19 عندما قام الفنان الإيطالي أنيبال كاراتشي بإطلاق كلمات كاريكاري كاريكو، والتي تعنيان المبالغة والزيادة في الأمر على بعض رسومات الفنانين التي قاموا بإنشائها بصورة مبالغ فيها. تطور فن الكاريكاتير عبر السنوات بتطور التكنولوجيا والأساليب المستخدمة في الرسم والنشر، كونه أداة تساهم في الهجاء ونقد الشخصيات. وكانت بداية أهداف الفنانين الذين تجرؤوا في الرسم الكاريكاتيري هي الشخصيات السياسية ومشاهير وفنانين في ذلك الوقت. وازداد التعامل مع هذا الفن في القرن 17 نتيجة انتشار وتطوير تقنية الطباعة، فقد ساهمت في مساعدة الفنانين في نشر أعمالهم وتغطية نطاق أوسع وفئة أكبر من الناس. كما قام بعض الفنانين بإنشاء مجلة ساخرة يتم فيها رسم صور لأشخاص بوجه بشري وجسم حيوان كي لا يتعرض أحدهم للمساءلة والمحاسبة، وما لبثت كثيراً إلى أن أصبحت واحدة من أكثر المجلات انتشاراً بأسلوبها الساخر. يسعد صباحكم مرة جديدة. من فترة قريبة انتشرت الكوليرا للأسف بمحافظة حلب، وصار في تخوف كبير من زيادة عدد الحالات والانتشار لباقي المحافظات السورية، ونحن بشكل دوري عم نحاول نقدم لكم الوعي الكافي كواجب إعلامي لنحيط بموضوع الكوليرا وطرق العدوى والوقاية منها، وشو عم تتخذ وزارة الصحة السورية تدبيرات بهذا الخصوص. صحيح ورد، ومن فترة كمان كان لنا اتصال هاتفي واطمنا على أهلنا بحلب، وكان معنا أطباء متخصصين وشرحوا لنا عن مرض الكوليرا شو هو وتفاصيل كثيرة. اليوم رح يكون كمان لنا وقفة عند هالمرض مع الدكتور زهير السهوي مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة اللي صار معنا كمان عبر الهاتف. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا أهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. يعني حكيت أنا بالمقدمة عناوين، هل نقرع ناقوس الخطر أم أننا نهول ونبالغ؟ طبعا أنا مع الخيار الثاني، نهول ونبالغ. نحن المنحنى الوبائي لانتشار مرض الكوليرا في تسطح، وبالتالي وزارة الصحة على مدار الساعة ترصد الترصد الوبائي للمرض
تمام. بكافة المحافظات. تمام دكتور، يعني مثل ما انتشر من البداية انه بدايات مرض الكوليرا كانت بحلب، وكنا عم نشوف يعني ارقام او اعداد للاصابات وهي اكثر بحلب، شو وضع انتشار الكوليرا بمدينة حلب وقديش صحية اللي عم نقرا على السوشيال ميديا؟ طبعا نحن توزع الحالات لغاية اخر اعلان اعلناه وزارة الصحة، عدد الحالات الكلي 253 حالة، موزعين في حلب 180 حالة، دير الزور 29 حالة، الحسكة 25، اللاذقية 13 وحمص 4، وفي دمشق حالتين. من ضمن الحالات المؤكدة 253 يوجد 23 حالة وفاة، 20 حالة بحلب، حالتين بدير الزور، وحالة في محافظة الحسكة. تمام، يعني 20 شخص توفوا من شهر لليوم تقريباً بسبب الكوليرا بحلب. هذا دم. الموضوع فعلا مخيف دكتور. هلا نحن بس بدنا ننوه شغله، غالبية المتوفين طلبوا المشورة الطبية متأخرة. طيب، تأخر في طلب وليكن المشورة الطبية. وليكن دكتور، ولكن الكوليرا هو سبب انتهاء حياتهم، طبعا كله بمشيئة رب العالمين، ولكن مرض الكوليرا لما يتفشى بمكان، كلمة تفشي لحالة مثيرة للذعر. ليش وزارة الصحة وصيت بمديرياتها أنه ممنوع المطاعم يقدموا الورقيات السلطات والخضار؟ ليش عم نشدد إذا كان الموضوع فعلا بتسطح أو بشكل عادي؟ هكذا يقول المواطن. سيدي الكريم، نحن أول شغلة، طرق انتقال مرض الكوليرا هو عن طريق البراز الفموي، أي انتقال عوامل ممرضة من براز شخص مصاب بالخمج إلى فم شخص معرض للإصابة، أي تماس مباشر مع مريض مصاب بالكوليرا، من ناحية تماس بالمفرغات المريض، الأقياء، وتناول طعام أو شراب ملوثين بالجرثوم. كذلك في الحشرات تلعب دور بنقل الكذباب والصراصير، ولذلك تم التنويه عن الخضروات أو الورقيات بالذات. نحن ما منعنا التداول، لكن تعقيم قبل التقديم. تمام، شددنا على موضوع التعقيم قبل التقديم. طيب دكتور معلش، خلينا نعيد ونكرر لكل الأشخاص يلي هلأ عم بيشوفونا وعم يسمعوا حضرتك، عن فكرة، يعني ذكرت حضرتك أنه 20 شخص توفوا الله يرحمهم لأنه هن وصلوا بالمراحل الأخيرة. تمام، خلينا نقول من البداية شو هي الأعراض يلي بتظهر على الشخص بحيث أنه هو ما يعني يصير في لغط ما بين الكوليرا وبين كورونا، يعني في كتير أعراض عم بتصير متشابهة، ما عم يعرف الشخص شو بشو هو مصاب فعليا. تمام، أول شغلة بدي نوه عن الكوليرا، الكوليرا هي مرض ناجم عن إصابة بكتيرية تتسبب بإسهال مائي حاد. هي بلشت لك بالأعراض، إسهال مائي حاد، وهن عام، آلام بطنية، تشنجات عضلية بإقياء أو بدون إقياء مع علامات تجفاف. تمام. فترة حضانة المرض بتكون من 5 ساعات لخمسة أيام. تمام. شفاء بالعادة يتم من 3 أيام لخمسة أيام. معظم الحالات تشفى باستخدام أملاح الإيماع الفموية. أو الحالات الشديدة بتتطلب معالجة بالمشفى بالتعويض بالسوائل والأملاح المفقودة. هلا في عنا فئات خطورة عالية كالحوامل، نقص المناعة الذاتية، والمصابين بنقص التغذية. دكتور فيني أسألك سؤال، يعني معلش هيك من المجتمع والمحيط، بالفترة الأخيرة يعني أعراض كورونا يلي كانت عم تظهر على الأشخاص يلي محيطين فينا كانت نفس الأعراض يلي حكيتها حضرتك، تجفاف وإسهالات وآلام. الكوليرا ما كان، لا عفوا، الكورونا ما كان يكون في علامات تجفاف سيدة. تمام، معناتها يلي كانوا عم بيمروا عندهم علامات تجفاف هي كانت كوليرا وليست كورونا. لا سيدة الكريمة، نحن أول حالة تم كشفها هي بحلب، يعني معنا بتاريخ قديم مثل الكورونا. وبعدين عندنا نحن الإسهال المائي الحاز اللي بيميزه شبيه بماء الأرز. تمام، اللي ما بيكون غالبا مصطحب بحرارة أو ترفع حرارة. تمام. طيب ختاما وبثلاثين ثانية، من شوي معاون وزير التربية عم يقلنا إنه ضغوطات الحصار والصعوبات بتأمين الكتب أدت لتراجع شوي أو تأخر شوي عن تأمين الكتب بشكل سريع لمعظم المدارس. هاي المقولة أيضا تسقط على وزاراتنا الثانية وعلى مديرية الصحة؟ يعني نحن تدبير المشافي عنا أو تجهيزها
خاصة بحلب طالما هي الأكثر نصيباً بهذا الموضوع. جاهزة تستقبل كل حالات الكوليرا؟ عنا عزل؟ بحاجة لعزل؟ ما بعرف هاي حضرتكم بتجاوبونا. سيدي الكريم، تم تزويد المشافي بكافة الأشكال العلاج، وتم تزويدها بمخزون إضافي تحسباً لأي زيادة بالأعداد. هي أولاً. تمام. ثانياً، وزارة الصحة ضمن الخطة، خطة وزارة الصحة لمكافحة الإسهالات بكافة أنواعها، تم اتخاذ القرار وتكليف المعنيين كل حسب اختصاصه. يعني تم إصدار تعميم على وزارة التربية، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الموارد المائية، وزارة الأوقاف، السياحة، التجارة الداخلية، حماية المستهلك، الدفاع، الداخلية والتعليم العالي، كل حسب اختصاصه اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث وانتشار المرض. تمام، الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله أصلاً ما بنضطر لنوصل لهالمراحل، ولكن الوقاية خير من قنطار علاج. سيدي، بدي شدد أنا على إجراء وحيد يلي هو اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة. تمام. من غسل اليدين، شرب المياه من مصادر آمنة، تناول الخضار والفواكه بعد غسلها بشكل جيد، طهي الطعام وحفظه بدرجة مناسبة، عدم شرب أو تناول أي شيء مجهول أو يشك بسلامته. تمام. مع أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة. صح. تمام، أكيد نتمنى الصحة والسلامة دكتور للجميع، ومشكورين على جهودكم. شكرا كثير لك دكتور. صار الوقت مشاهدينا ننتقل مرة جديدة لعند شيف تهامة وتكمل طبق اليوم. تفضلي يا شيف. أهلين يا ورد. أنا عدمت لي مثلكم مثل المشاهدين عم بسمع، بصراحة حسيت إيه هلا عم يسألوني شبك عن جد، يمكن أنا شايف ما لازم أحكي، بس إنه حابة أتدخل. حاول قد ما فينا نطبخ بالبيت، ننظف الأغراض، يعني هلأ صارت مسؤوليتنا أكبر. يعني أنا هلأ أول ما سمعت الأخبار قديش صارت مسؤوليتنا أكبر، عن جد بتمنى من الكل نطبخ بالبيت، نعقم، نشتغل هيك مثل ما عم نسوي إن شاء الله، لو مثل ما كنا عم نقول يعني. يعني هلأ مثلا هي أكلة بسيطة، بس إنه قد ما كان نحن ضمنانين إنه طعمينا أولادنا أكل نظيف 100%. شكرا لك. حنكمل لك الطبخة أنا وياكم، يسعد صباحكم عن جديد. رح نرجع نكمل أكلتنا. أنا قبل شوي مثل ما أنتم شايفين هون رح نجي على الطنجرة. أنا هون قليت لحمة راس عصفور، حطيت شوية بصلة مع شوية ثوم مهروس، ملح وفلفل. يعني هي مقلوبة الفطر كثير سهلة، ضفت بعض منها شوي من الفطر وبعض منها مثل طبخة الرز العادي. هلأ هون رح روح أنا وياكم بلش بشوربة الفطر. هلأ أنا قبل شوي بصراحة كنت قاعدة عم حرك السفنة. هلا بلشت انا هون عندي تغلي، حغطي مثل العاده، غطي ونضعف. طيب انا هلا اكيد بدها تطلع معي اطيب شوربه فطر، ححاول ما اطول لكم فيها. هلا هون انا عندي بصل، شوفوا مبروش، رح اضيف شوي منه، تيم ثوم مهروس، رح نقلب تقليبه كثير خفيفه، بس انا بحب اقرب الطناجر لهيك رح اقلب بين الرز واقلب لهون ساوي شوربة الفطر. هلا شوربة الفطر من الأكثر الأكلات اللي بتنطلب مني، إلى عشاق كتار، أنا منهم، بحبها كتير بالذات بالشتاء، فعلا من أطيب الشوربات بالنسبة إلي بعد شوربة العدس. عشان ما شي مرة كون عم أعملكم شوربة عدس تقولوا هاي كل مرة بتقول نفس الشي. طيب هلا هون عندي مثل ما أنتم شايفين فرمت الفطر بهذا الشكل، لحقيمه نضيفه، كتير سهلة. رح نحرك حتى لو فطر فريش ما عندي أي مشكلة، رح أضيف عندي رشة بهار خفيفة، ما بدي تغمق الكريمة الفريش، رشة فلفل كمان كتير خفيفة، ما ملح، فيكم تحطوا مكعب مرق دجاج بس أنا ما رح أحط. هلأ حنحرك. طيب أنا هلأ شو بدي أعمل؟ هلأ حضيف هون عندي الطحين. هلا هون انا ما عم بعمل بشاميل، يعني انا بالنظر عم اطلع هون بيجي وبحط طحين بحيث انه تغلف لي البصل والثوم والفطر بهذا الشكل. ححرك ونحرك ونحرك نحرك، بدي احط كمان رشه خفيفه ودغري بالمي. وين المي؟ لحقيه ونحرك بسرعة. عندي مي كمان، نضعف الغاز، نعبي مي بعد إذن المخرج، والله التهينا بمعلومات اللي كانوا عم يقدمونا إياها للكوليرا، في تعبي مي.
هلا حنرجع نحط ونحرك. لازم هلا انا هاي الحركه انتم ما تعملوها بالبيت، لازم يكون في جنبكم المي. تقريبا رح حطيت كوبين من المي وحرك بسرعه بسرعه بهذا الشكل، يعني هيك تقريبا بدكم تقولوا ثلاث ارباع الشوربه صارت عندي جاهزه. طيب انا هلا شو بدي احط؟ ححط هون عندي بودره بصل شوي وشوي من بودره الثوم. طيب هلا انا شو ضل هون عندي؟ شوفوا هاي الحركه. هلا هون بتمنى ستات البيوت اللي بيستخدموا الكريمه الفريش اللي عم بتعانوا انه هي عم تفرط لانه عم تحطوه على شيء مغلي، يعني عم يكون كثير عم يبقبق. انا لسه ما كثير عطاها السخونه الزياده بهاي الحركه. شوفوا القوام كيف صار عندي بياخذ العقل، وشوربه كريمه الفطر صارت بتطير العقل، واكله طيبه لذيذه نظيفه اقتصاديه. اتمنى منكم نرجع نقول دائما ولو طبخه بسيطه حاليا مطبخه بالبيت. الله يعافيكي. الله يعافيكي. شكرا كثير لك شيف. اهلا اهلا يا عمر. هلا. وصلنا لفقرتنا الطبية، واليوم من خلال هالفقرة بدنا نحكي عن قصر القامة عند الأطفال والمراهقين، ولكن هالمرة بشكل مختلف، يعني شو دور وأثر اللايف ستايل من غذاء، زيادة وزن، رياضة وإلى آخره بالطول. كل هاي التفاصيل مع الدكتور زياد زودة، استشاري بأمراض غدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور زياد. يسعد صباحك. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا فيك. موحدين الالوان كلنا اليوم. الازرق وكالعاده بالصدفه. دكتور بدايه خبرنا قبل ما نفوت انه القصص المتداوله مجتمعيا عن موضوع الطول او القصار، ليش فعلا لازم يخافوا الاهالي اذا لاحظوا قصر قامه عن طفلهم؟ نحن بنعرف انه في علاقه مهمه بين الصحه وبين قصر القامه. طبعا العامل الوراثي بيلعب دور، بس اذا طفلنا كان مقصر بطوله بدنا ننتبه، ما عنده خلل هرموني، ما عنده مشكله صحيه معينه، عنده سكري غير مضبوط، عنده اسهالات، عنده اقياءات، عنده سوء امتصاص، هي كلها لازم نعملها تدبير. انه كل ما نحن تاخرنا بمعالجه او بتدبير الوضع كل ما الامور صارت اصعب. غير انه الجمال بنعرف نحن في علاقه كبيره بين انه قديش بيكون طول ومرتبط بالحاله الفيزيولوجيه ببعض الاحيان عند الطفل، ومرتبط كثير بالبلوغ. يعني نحن بنعرف انه كل ما عم يبكر بلوغ اطفالنا اكثر واكثر بسبب نمط حياتهم اللي عم يصير من سيء لاسوء. عالميا الرياضيين المحترفين بلوغهم بيتاخر، يعني كل ما عملنا جهد فيزيائي اكثر كل ما اخرنا بلوغنا بشكل فيزيولوجي. ولسوء الحظ صرنا عم نقعد اكثر واكثر، وكل رياضتنا هي رياضه الاصابع. رياضه اصابع. موبايل عضلات ايه بالاصابع، يعني ما عاد تحركنا، وجبات سريعه عم تؤدي لزياده الوزن. وبنعرف كثير علاقه مهمه بين البلوغ وبين تسكير المشاشات. صحيح. ما نضل نطول لل 16 ولا 18 مثل ما اعتقاد خاطئ وشائع. تمام دكتور، يمكن الكثير من الاشخاص اللي عم يشوفونا يقولوا شو بيقصد الدكتور بانه اللايف ستايل تبعنا، او شو ارتباط الغذاء يلي بيتناوله الشخص بطوله؟ يعني اغلبنا بيحصر انه إيه لا وراثه، ابوه قصير لمين بده يطلع؟ هي الجمله ما بننتبه على العادات السيئه. صدقيني مشلين، تفضل. في كثير اهالي هرمون النمو هرمون مهم بنستعمله كثير هلا نحكي عليه، بس يعني نسبيا مرتفع الثمن بالنسبه لدخلنا، وخاصه بعد الحرب. بنقول لهم للاهل يلي انه ما عندهم امكانيه انه خليه يغير ابنكم او بنتكم نمط حياتها، وبنلاحظ بخلال اسابيع قديش فرق. بس يصير ينام بكير لانه هرمون النمو بينفرز بالليل، بس يصير ياكل خضار وفواكه. يعني بس نقول لهم ما بدنا شيبس، ما بدنا كولا، ما بدنا هي المعكرونه اللي عليها بهارات تجي جاهزة، ما بدنا الأجبان اللي بتندهن المربعة والمدورة، ما يعني هي كلها بس لأنه بنبعد عنها. يقولوا شو بدنا ناكل؟ احنا بناكل بس هيك، يعني بنزعل بس نعرف إنه أولادنا ما بياكلوا غير هدول الأكلات. هالأكلات كل شيء معلب في مواد حافظة كثير، المكعبات والبودرة اللي بنحطها مشان نكه الطعام كلها، هي المايونيز والكاتشب كله مليان مواد حافظة، والمواد الحافظة بتعمل تغيرات اضطرابات هرمونية. تماما. كل ما بعدنا عنها كل ما
كنا بحالة سليمة تماما، أعطينا فرصة بالطول أكثر. طب دكتور بس لحتى ننبه إنه الدكتور ما عم يقصد إنه نحن أكلنا شوية بطاطا مع عصرتين كاتشب، لا، بس في بعض الأطفال أنا بعرفهم إذا بيأكلوا كاتشب مع بطاطا مو بطاطا مع كاتشب. طب دكتور يعني في غير العامل اللي هو اللايف ستايل عامل وراثي، ذاكرته مشرين من شوي، فعلا العامل الوراثي خلص انه ما فيك تتدخل كطبيب هرمونات انت، يعني هي بالجينات الولد حيطلع بالنهايه طوله 175 سنتيم مثلا، العامل الوراثي ما فينا نكسره شوي او نتغلب عليه؟ طبعا فينا نكسره، نحن العامل الوراثي مهم، وخاصة تكون في زواج اقارب، يعني اذا كان الام والاب ولاد عم ولاد خاله بصير من الجهتين، مو بس انه الاثنين ما لهم طوال، كمان تكون الاقارب درجة اولى كثير العامل الوراثي بيلعب دور. بس نحن بنعرف انه هرمون النمو بيساعدنا، وعالميا اخذ FDA approved لقصر القامة العائلي، هو موجود بالعالم من اكثر من 50 سنة، وما له، ما بيساوي عقم، ما بيطلع شعر بالجسم مثل ما بيقولوا العالم واعتقاد، ولا بلوغ مبكر، ولا بلوغ مبكر. طب دكتور امتى بدنا نبدا نعطي الطفل الجي اتش؟ ورد كل ما بكرنا بال، اذا كان طفلنا مقصر، انا اجتني قلت امبارح طفلي على العياده راجعوني من 4 سنين وما عاد اجوا، كانت مقصره وقتها 9 سنتي، مدري مين قال لهم بعدين قلت لهم بدها هرمون النمو. نحن بنعرف انه كل سنتي تقصير بده شهر معالجه لحتى نكسب هالسنتي. قالوا للجيران والحمايه وهي انه بكير معنا وقت، لا اجت قلت امبارح صارت مقصره 15 سنتي، يعني تفاقم سنة ونص تقريبا شغل، ايه يعني تفاقم الوضع اكثر. بقى كثير مهم نحن نراجع باكرا ما امكن، ويقول لنا طبيبنا شو الاجراءات اللي لازم نساويها وعلى ضوئها نشتغل. بعدين كمان في شغله كثير مهمه بدي انوه عليها، كمان مثلا دكتور انا الاب بيقول انه انا وقت كنت بعمر ابني كنت قصير مثله، بعدين على البلوغ هبيت طول، نفض الطول، هي بنسمعها وبنشوفها، يعني المقوله بتنقال كثير. نل بنقول في علاقة، قلت له أنا وقتها كمان لإجوا أهل أولت مبارح نفس يعني حالة تانية، قلت له أنت وقت كنت بعمر ابنك كان طالع الشعر بمنطقة العانق ابنك هلأ؟ قال لا. يعني نحن في علاقة كتير بين البلوغ بنضل بنقول وبين الطول، تتسكر المشاشة وقت أنه ابنه عنده شعر طالع بمنطقة العانية، شعر تحت القبط، بلوغه يعني بدي، ومو بس بدي، بدي وبمراحل متقدمه من البلوغ، نحن ما عندنا منهب طول تمام. يعني هي كثير بدنا نكون بذهننا، كثير العلاقه مهمه بين البلوغ وبين المشاشات، نطول نحن من كل مفصل من مفاصلنا بشكل متناسق، بتتسكر المشاشات ما في مجال لشيء. تمام. كمان ذكرت دكتور قبل شوي عن الخلل الهرموني اللي ممكن يكون موجود عند الطفل ويسبب بقصر القامة، هل الخلل الهرموني مصدره كمان وراثي أو ما له علاقة؟ هلا دائما مشلين نحن من وقت ما بنولد مبرمجين يصير معنا شيء، العامل الوراثي بيلعب دور مهم بس الطبع عم يتطور. صحيح. يعني مثلا إذا في عند الأم قصور بالغدة الدرقية، تمام، في احتمال يصير عند ابنها وعند بنتنا كمان قصور، مشان هيك تحليل التي اس اتش اللي بنقول عليه دائما بكل حلقاتنا كثير مهم، اهم من تحليل الفيتامين د مثلا اللي هو اغلى ثمنه. لا راكدين وراء لانه يعني دارج كثير تحليل موضوع. الفيتامين د، بس التي اس اتش هو اهم بكثير، الدينامو تبع الجسم هو الغده الدرقيه، وكل يوم بيجينا طفل عمره اشهر وعنده قصور بالغده من وقت ما ولد وما بيعرفوا لانه ما حللوا، ما في اعراض، طفلنا بيضل نايم، إذا ضل نايم طفلنا ما ننبسط، بالعكس الطفل يلي بيلعب ويلي بيتفاعل معنا هو الطفل يلي بصحة وبعافية، مو الطفل بيضل نايم من تمريحنا، ده في مشكلة معينة. تمام. طيب دكتور كمان من الأمور الشائعة إنه بعض العادات الخاطئة أو اللايف ستايل اللي بلشنا فيه الفقرة عند الأطفال بيؤدي لتراجع نموهم طولياً، وحدة منهم إنه عم يحمل شنطة مدرسة ثقيلة أو عم يلعب رياضة البنت ما مناسبة لها فما بتطول بتصير، في شيء نمط رياضة فعلا ضد الطول؟ هاي حلوة هذا المصطلح. الرياضة كل أنواع الرياضة، أي نوع رياضة هو مهم، يعني الفوتبول بيطول مثل العمشق، لأنه بيقولوا ما عم يتعمشق على هي حاطين له إياها، يعني فاكرين بس مو زنبالك فاكرين بس هي بتطول، مثل ما أقول الفوتبول، السباحة، الباليه، الرقص
كله بيطول رياضة الحديد عفوا، يعني في شباب عمرهم 13-14 سنة ببلشوا يفوتوا على النوادي. ورد، أهم شيء ما نحمل أثقال إلا لحتى يكتمل نمو العضل حتى المشعشعات تسكر. يعني إحنا كل الرياضات جيدة ومهمة ما عدا حمل الأثقال. نحن وقوفا يعني بتقصد فيها دكتور؟ كل الرياضات أوكي. كله السباحة كتير مهمة، أي نوع رياضة، الفوتبول كتير مهم، يعني مو بس السلة بيعملوا سلة لأنه بتطول ما بتطول أكثر من الفوتبول. الطوال بياخدون على السلة مو بفوتون على السلة ليطولوا. يعني إحنا كله عنا بالعكس. طيب خلينا شوي نحكي عن فكرة النوم يلي هلأ يعني ذكرتها دكتور، إنه في أطفال بيناموا كتير، فنحن منقول إنه يعني عائل هالصبي هني عن جد، ولكن كمان بس يكبر شوي الولد منقول انه هو لازم ينام عدد ساعات معينة، وفي ساعات كتير مهمة انه هو ينام فيها لحتى ياخد طول كويس. هل هاي الفكرة صحيحة او ما في شيء من هاد؟ نحن هرمون النمو مشلين بفرز بالليل، وقت ننام بكير منساعد كتير انه يعني العلاج الدوائي بشكل ربع العلاج تمام. فقط نوع الطعام وليس كمية الطعام تلعب دور كبير. كل ما كترنا خضار طازجة وفواكه موسمية، زيت الزيتون، كله هذا كتير بيساعدنا. الرياضة والنوم بكير، عندنا ثلاث شغلات، أكل صحي، رياضة ونوم بكير، وللي عنده الدواء. مشكلة أربع، يعني عندنا لكل شغلة 25%. تمام. بقى نحن إذا بدنا ناخذ بس الدواء نضل عم ناكل فاست فود ما بيمشي الحال. ما بيمشي الحال. تمام. طب دكتور كمان من الأمور الشائعة ومن اللايف ستايل اللي بنسمعه إنه إبر الأرجينين، هاي إبر الطول اللي بيسموها الإبرة أو إبرة الكلس، بس الشرب ملحقا هيك بيوصونا، اللي بتنكسر وبتنشرب. أول شيء يمكن ما في شيء اسمه إبرة كلس بتنشرب صح؟ لا ما في. الأرجينين هو حمض أميني موجود باللحمة، موجود بياض البيض، موجود بالجبنة. كنا سابقا ما عنا بإيدينا وسائل نعطيها، حتى كنا نعطيها هيدا، بس من 2017 عالميا ما عاد اعطينا ارجينين، يعني حتى شركات التامين بالعالم يلي بتغطيها ما عاد غطتها لانه فوائدها كثير كثير محدوده وغاليه الثمن على بلا طعمه. بلام يعطي ابنه وبنته ارجينين ما يعطيها، يعطيها كبايه حليب او كبايه عصير برتقان او يعطيه طازج، مو برتقان نجيبه يعني عصير جاهز افضل بكثير من مو هذا الصناعي من الارجينين. طيب بقى هاي الشغلة مهمة كتير، يعني بدنا نعطي إذا عرضنا المادة بيسمح لنا هرمون النمو أوكي. وهرمون النمو إفرازه نبضي، يعني مو نعطي مرة بالأسبوع ما بنستفاد شيء، بدنا نعطي مرة يوميا مساء حتى نحاكي في درجة طبيعية، وإذا ما قدرنا ماديا نعطي كل يوم نعطي يوم يوم لا، بس أقل من هيك أكيد هذا الشيء يعني بيحدده الطبيب المختص، لا جارتك ولا أمك ولا حماتك أكيد تماماً. يعني طيب دكتور من وقت ما كنا صغار بنسمع إنه مو حرام عليك مطولتي لشعره، بكرة بياكل من طولة قصي لشعره ما بتلاقيه غير طولة، شو الارتباط؟ سؤال كتير حلو عن جد، لأنه كل يوم نفس القصة، بدي قالوا لي قصوا لشعره لأنه بيأثر بسكن قلبي، شعره بتصير صبي مو بنت يعني أبداً. الشعر إذا بيقولوا حرام أنا تقصي لشعرها، ليك شعرها ما أحلى، ليش بدنا نقص لها شعرها؟ الشعر ما بيأثر بشكل سلبي على الطول طول. أبداً أبداً أبداً، يعني هي لازم تكون بذهننا تماماً. ما تقصوا شعر بناتكم، خلوه طويل حلو، شوفوا بناتكم مشان يطولوا، يعني كتير الشعر حلو بقى اتركوه. ما بعرف شو الرابط العجيب بين الشعر والمشاشات العظمية، ما في أي رابط، نقي العظام وهالقصص ما في أي رابط. تمام. طيب ما ضل غير نتشكرك كتير لوجودك معنا دكتور زياد، نتمنى الصحة والسلامة لكل أطفالنا ولكل أهاليهم. آمين يا رب. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يسعد صباحك دكتور. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. صباح كل مشاهدينا. عملنا مع الدكتور زياد من شوي جولة سريعة بعالم الطب وتحديداً بما يتعلق بقصر القامة أو النمو السليم عند الأطفال. وقبل ما نبدأ بجولة بعالم الأبراج مع المدام نجلة أباني، حنروح لنعرف شو رصدة مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار طريفة.
جولتنا المنوعة بلشت، وبداية أخبارنا من لبنان. يسعى رجال للحفاظ على التراث اللبناني بصناعة البلاط الملون، على الرغم من انخفاض الإقبال عليه وهو انتشر ببيوت عديدة من قرون، وفن تصنيعه إلى البلاد بيرجع لإسبانيا بمنتصف القرن 18. وحنكمل على فرنسا، وبرج إيفل بباريس افتتح غرفة الخلفية للزوار ونظم عدة جولات حصرية بالقاعات الخلفية يلي بتضم الأجهزة الميكانيكية، وبتمكن الزوار من القيام بجولات عبر مدينة صغيرة تضمنت توضيحات حول كيفية تشغيل المصاعد بواسطة المياه. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن كشف الغطاء عن أحدث احتراز لأول شاحنة وحش كهربائية بالعالم تحمل اسم بيكفوت، وجذبت السيارة ذات العجلات الضخمة الشمهير اللي استمتعت بمشاهدة الوحش وهي تسحق سيارات تعمل بالبنزين تحت عجلاتها. مدام نجلة أباني صارت معنا لحتى تخبرنا تفاصيل كثيرة عن حركة الكواكب وأبراجنا، وإن شاء الله يا رب تكون الأخبار حلوة للجميع. صباح الخير نجلة. صباح الخير يا ميشا، صباح الخير يا ورد، صباح الخير للجميع. إن شاء الله دائما الأخبار تكون سعيدة بالنسبة لكم وإيجابية. اليوم 24/9 يعني 24 أيلول، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد متراجعا في برج العذراء. دائما بقول بس يتراجع في برج العذراء او بالجوزاء فبيكون تراجعه في بيته، لانه الجوزاء والعذراء كوكب الاساسي هو عطارد، لذلك بتزيد التاثيرات بنحسها بقى يعني هيك بشكل كتير واضح، خاصه انه عطارد له علاقه بكل ما يجري عبر الهواء، فكل شيء له علاقه بسفر، باوراق، بمستردات، كل شيء له علاقه بالسيارات، بال أشياء اللي هيك الفكرة اللي بتطلع من راسي لراسك فجأة بيضربنا دور غبا جدياً عم بحكي، وبدنا ننتبه طبعاً على الأعطال للكهربائيات عموماً. ما زال المريخ متقدماً في برج الجوزاء، يعني لسه عامل بعض المضايقات الصحية للعذراء إضافة إلى الجوزاء، إضافة إلى برج القوس الحوت. ما زال الزهرة يتقدم في برج العذراء. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم أبداً مو سبت بالنسبة له، مو سبت يعني مو عطلة أنا قصدت، لأنه شغله كتير ومو فاضي حك راسه، مزاجه مو كتير رايق والحقيقة متعب. اليوم مولود برج الحمل متعب، ما بعرف عنده إحساس أنه هيك ما حدا عم بيقدره، ما حدا عم بيحترمه، ما حدا عم بيدلله، ما حدا عم بيغنجه، ما حدا يجيد عمله مثله مثلاً، يعني دائم الانشغال الحقيقة اليوم، ومحتاج الأمور شوية تنظيم بين ما هو ضروري وبين الأشياء اللي بتقدر تستغني عنها. مولود برج الثور، يوم حظك تقريباً، يمكن لأنه مبسوط بفرص لتحقق طموحاتك أو لتضم حواليك مجموعات تؤيد أفكارك أو لتحقق النجاح أو لتقنع محيطك بوجهة نظرك، أو يعني اليوم عندك هيك لقاء ممكن يكون قصة العلاقة بنقاش مهم، نقاشات عائلية ربما مؤيدة، تنظيم لبعض العلاقات، توطيد لبعض الروابط، طاقة أو فعالية أو حوارات. الجوزاء هو اللي متعب اليوم، ومن امبارح أموره مانا الأريح، عم تتضايق من أمور ما عم تزبط مثل ما بدك، في قيل أو قال لا يلزمك، أو وقوعك للخطأ بالخطأ وارد على الغالب، أو عندك فقدان لأحد الأصدقاء يمكن نتيجة كلمة مني كلمة منك، ربما تشعر أنك مظلوم مثلا، ويمكن في قصص صحية. هلا عموما بالتأكيد ما
مولود الجوزاء اليوم مرهف الحس بالعمق، يعني أي كلمة ممكن تجرحه أو تضايقه، ويمكن في قصص صحية تعود لإزعاجك. السرطان لقى الأمور جيدة، لقى له عنده حركة على وشه، ابتسامة العلاقة بالتفاؤل، أمور تتحسن، حظوظ مؤازرة، في اطمئنان وفي سعادة وفي قصص العلاقة بترتيب لأمورك. أنت تسيطر على أعصابك، تسيطر على محيطك، تتقدم بخطى ثابتة، والأمور إيجابية بالنسبة لك، محيطك داعم ومؤيد. مولود الأسد غالباً عم بيناقش بعض الأمور المالية، وأموره المالية يعني كتير إلها علاقة بالصرف بهاي الفترات، هي أعطال كهربائية، هي أعطال بأشياء العلاقة بالإنترنت. نظم أمورك على كل الأحوال، لأنه محتاج للمال بأشياء أكثر جدوى، أكثر جدوى من الواجبات مثلاً، أكثر من الواجبات قصدي اللي إلها علاقة بالزيارات، مو واجبات المنزل عموماً. يعني المال يذهب من يديك كأن يديك غربال، وهذا طبيعي بتراجع كوكب المال في بيت المال. خفف من الإنفاق. مولود العذراء اليوم القمر ببرجه عم بيخليه يحسن علاقاته بالآخرين، عم بيستقبل ضيوف، عم بيودع ضيوف، عم بيشعر بالثقة بالنفس، عم بيتباهى بجاذبيته. يعني اليوم أنت سعيد بأكثر من خبر أو لقاء أو شعلة طارئة أو مشاعر حارة أو أجواء إيجابية. هلأ أنا بشوفه يوم جيد للعذراء. الأسبوع القادم على فكرة كله إيجابي. الميزان حاول تستوعب ظروف الآخرين، لأنه صاير كتير عم بتدقق على أمور صغيرة ما لازم تدقق من عليها. يمكن عم تشعر بحزن أو انقباض، يمكن عم بتخوض معارك صغيرة، يمكن نقاشاتك حادة اليوم، أو محتاج تقوم بإصلاح أخطائك عموما. يعني لا تعاتب اليوم. مولود برج العقرب استقبل ودع زار يزور اتصالات خارجية أو ضيوف آتين من الخارج، أو أنت عم بتسافر أو عم ترغب بتسلية أو عم ترتب أمورك، العلاقة بك علاقات اتصالات نشاطات ملفتة ومحيط مؤيد وداعم. هاي الأيام أيام جيدة لتجمعات مرحة لضيوف من خارج بلدك، ربما سواء باتصال أو برسالة. اليوم يوم جيد لعزيزنا مولود برج القوس، رغم أنه في كلمة أو تصرف ممكن تضايقه. هو من مبارح شوي مكركب، ما أنه مبسوط، في نوع من أنواع المشاكل المربكة. يعني اللي لقلك اليوم نقاشات حادة، هو اليوم أميل لأنه يصعد خلافات مع الآخرين أو عم بيلاقي أسباب للصدام مع محيطه. فأنا أقولي شوي تروق، حتى لو في تأجيل أو عرقلة، قول إنه لخيري أو لصالحي، واللي ما بيصير اليوم بيصير بكرة. عزيزنا مولود برج الدلو الجدي، الأمور لقله إيجابية وجيدة اليوم، خاصة على الصعيد الشخصي. يعيش الجدي ساعات فرح ومحبة، سواء بلمة أسرة، سواء مع ناس بيحبون، سواء يمكن بوضع إيجابي حواليه تؤثر على محيطك. مبسوط يعني بلمة، بلقاءات، بإخبار ممكن تكون سعيدة، باتصالات أو عروض جديدة. هلأ كمان عم هاي الفترات ليحقق أحلامه وطموحاته مولود برج الدلو، أنت متحمس للقيام بأفضل مما تستطيع، عم تمنح عائلتك حنان ومحبة، وعندك تعلم اليوم، يعني عندك شراهة لتتعلم شيء أنت ما بتعرفه ربما. محيطك مو كتير متجاوب مولود برج الحوت، انت اللي مانك مرتاح، ما بعرف اذا ممكن يكون بشراكاتك الشخصية، كلمة مني كلمة منك نختلف او نتخانق، يمكن محتاج تحل مشاكلك، محتاج ما تصعد خلافات، محتاج تهدى بامورك. هو هاليومين ثلاثة كأنه في احباط او يأس لمولود برج الحوت. خليني عايد مولود اليوم، اليوم مولود 24 واتمنى له السعادة. الذي يملك مرح وحس من الدعابة لا يملكها غيره، من الأشخاص اللي بيشك بنوايا الآخرين، وهي قصة إيجابية دائماً للميزان. أكثر ذكاء بالبواليد برج الميزان، مزيج من الذكاء والمرح والعمل، نراه مرحاً فوضوياً مشتتاً، لكنه لا يكون هكذا بالأشياء الأساسية، بالأشياء الصغيرة ربما، محب للكمال والجمال، تصرفاته لطيفة، كلامه جميل منطقي منمق، محب البيت والعائلة،
الأكثر قدرة على الشراكة كائن يتكلم فتصغي له. سنة لك بأمور مهنية إيجابية أو عاطفية جيدة. يعني أنا بشوف كلمتك مسموعة ويمكن تأسس لأمور مستقبلية إيجابية، يعني في شيء عم يتغير بحياتك أنا أعتقد، وخاصة على صعيد علاقاتك بالآخرين، يعني هي الأمور العاطفية لأنه تعتبر الأفضل هي والمهنية. رسائلكم بالتأكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. راما عم تسألني، راما أولاً كل عام وأنتي بألف خير، عيد ميلادك هالكم يوم. ثانياً أنا بشوف الأمور العاطفية تعتبر الأفضل بالمتبقي من السنة على الأقل، غالباً في تغييرات عاطفية، بداية جديدة ربما، إن شاء الله يكون أكثر من هيك. إيزابيل عم تسألني، والله هي إيزابيل سنة جيدة جداً جداً جداً، أفضل إذا بدك، والسنة القادمة لسه أفضل. بس إيزابيل أنت عندك مشكلة حقيقية، أولاً شو ما بتغلطي بتنسي شو غلطي وبترجعي بتغلطي مرة تانية، ثانياً الآخرين لما بيغلطوا معك بتنسيلهم فبيرجعوا بيغلطوا مرة تانية. الأهم من هاي الشغلتين أنه أنت دائماً ما عندك هدف بالحياة، تاركتيه على البركة، رح الزمن صاير صعب ما عاد ينترك على البركة، يعني إن شاء الله البركة للجميع، بس خططي لما تريدين، خاصة أنك هلأ داخلة بقى على سنة جديدة، خططي روحي خططي، قولي أنا بدي هيك، أنا بدي أعمل هيك، بدي أصل لهون، امشي خطوات باتجاه هون اللي أنت رايدة تصلي له، أفضل بكتير ما نترك الأمور هيك شلون ما أجت تجي. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائما بخير، مرتاحي إن شاء الله يا رب، وأنتي مرتاحة ومبسوطة نجلة، يسعد صباحك. شكرا يا مدام، وما ضل غير نشوف أطباقنا تبع الفطر إن كان بالرز وإن كان شوربة بشكل النهائي. يا صباح الخير عن جديد، ودائما بنختم برنامج صباح الخير مع شكل النهائي لأطباق اليوم. عن جد صدقا انا هدول الان اساسا بعشق الفطر، وهدول الاكلات اللي كثير بعشقهم، اكله طيبه لذيذه ظريفه وخفيفه واقتصاديه، وخلصت معي باسرع وقت ما بتتخيلوا. وهون بتمنى من ستات البيوت اللي بدهم يجربوا شوربه الفطر تبعوا الطريقه اللي انا عملتها. يمكن حدا يقول لي شيف انا ما عندي كريمه فريش، اوكي ما عندي اي مشكله، حطي حليب ولكن دسمية شوي، يعني حطي شويه زبده وان شاء الله بيمشي الحال. ان شاء الله يا رب اليوم تكون اكلتي عجبتكم، وبشوفكم كمان بكره على اكله كثير طيبه. سلم ايديك يا شيف، ما في شيء بتعملي ما بيعجبنا. أجد الحمد لله، نشكرك شيف، يعطيك يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك شيف، أكيد شكر موصول لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. نتمنى عن جد أنه نكون هيك دخلنا لكم الفرحة والبسمة على القليلة على وجوهكم، وقدمنا لكم معلومات مفيدة. تبقوا بألف خير إن شاء الله يا رب، الأخبار تكون كلها خير للجميع، منشوفكم بكرة.